طيب هنستعرض وهنتكلم طبعا على مشوار كاس العالم النهارده، وهنتكلم بالتفاصيل، وهنتكلم على مواعيد المواجهات اللي هيلعبها النادي الاهلي، وهنتكلم على مشوار افريقيا اللي بالمناسبه اجلت ضربه البدايه بالنسبه للنادي الاهلي ليوم 18 بعد ما كانت محدد ليها 12 او 13 فبراير. خلينا نبتدي مع حضراتكم بس بمجموعه من اخبار النهارده، والحقيقه هبتدي مع قرار مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي، الحقيقه اللي قرر ان هو يصرف مقدمات عقود جميع لاعبي الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي قبل ما يسافروا ان شاء الله لبطوله كاس العالم للانديه في قطر، والمنتظر طبعا انها تقام في الفتره من 4 ل 11 فبراير المقبل. ومن المنتظر الحقيقه انه المجلس يقوم بصرف ما يقرب من اجمالي مبلغ حوالي 60 مليون جنيه، ودي بتمثل مقدمات عقود اللاعبين عشان يعني يكون نوع من الحافز ليهم ان شاء الله قبل ما يبتدوا بقى يخشوا في مشوار البطوله اللي الاهلي عنده طموح كبير ان هو يوصل فيها طبعا لمركز متقدم، وليه لا ما نكونش موجودين في قبل النهائي والنهائي كمان ان شاء الله باذن الله.